هاي مشاهدينا. هلا رح نكون باكاتوك ونحكي عن عده مواضيع بعالم الموضه، وبدايه رح نشوف فاشن شو لدي كي ان واي لخريف وشتاء 2012 2013. رح نرجع نتابع سوا ونحكي عن السكارفز، موضه الفولارات، كيف فينا نقدر نغير كل مره عن مره. وبذات الوقت كمان رح نحكي عن فستان واحد بثلاث طرق، ان كان بالشغل عشيه او حتى كمان بنهار، ورح نختم مع فيمس ان فاشن. اما هلا رح نتوقف مع فاشن شو ل دي كي ان واي. نشوف دونا كارا نيويورك لفول وينتر 2012 2013. عم نشوف انا وياكم هون هلا ثلاث صور انا اخترتهم من الفاشن شو، وبدايه عم نشوف الانيمال برنت يلي محطوط وملبوس بطريقه كثير تقليديه مع التنوره السوداء يلي عم نشوفها، والكلهو يلي عاده يمكن نبعد عن هيدي الموضه عم نشوفها هون اكثر عند دي كي ان واي. الكولون كمان عم يكون كثير اوباك، والشوز بهذا الاوتفيت يلي هو كثير بيزك وسيمبل، فينا نشوفه مش بس عن ديزاينرز بحياة لبراند
ممكن يكون موجود. بس الحلو والملفت هون انه الانيمال برينت عم بيتجدد وكل مره بطريقه، وهون عم نشوفها بلوس توب واسعه منا على قد الجسم. اما بالنسبه للفرو هون عم نشوفه بالبوردو، لون البوردو مع الجلد، دخل له سانتير جلد والكمام من اللون الجلد، وكمان الشوز عم بيكون من زيت لون الكوت يلي كمان ضخم وعريض. وهون عم نشوف اكثر انه البولد ايتمز بكل الاوتفيتس تبع دي كي ان واي، بعكس هيدا الفستان يلي هون عم بيكون ميكساج بين اول شيء القماشه الشفافه، القصه يلي عم تكون كلاسيكيه بس بذات الوقت ستايلش، يعني من تحت القصه مختلفه كليا عن فوق. عم نشوف شوي الرفلز يلي عم بيكونوا بطريقه واسعه على الخصر وعلى الوراق، اما فوق عم بيكون كثير تايت وعلى قد الجسم مع الميك اب والشعر يلي هن كثير سمبل وبيزك. اما هلا رح ننتقل لفقره لا موضة ونشوف ستايل يور لوك. للشغل او لعشيه او حتى كمان لظهره كثير يمكن خفيفه مع الاصحاب، كيف فينا نلبس زيت الفستان بثلاث طرق؟ وهون الحلو على طول بالموضه انه نقدر نستعمل زيت القطعه بطريقه مختلفه كل مره عن مره. اما اليوم رح نحكي مع هذا الفستان للشغل بدايه، كيف فينا نلبقه ونلبسه اذا كنا رايحين على الاوفيس. هذا الدريس يلي عم بيكون مقسوم لقسمين ولكن هو قطعه واحده بين التوب والسكيرت يلي عم تجي كمان واسعة وبيسي بذات الوقت، الألوان يلي هي تقليدية وبتلبق أكيد للمكتب من إنه نروح للقصص يلي هي كتير قوية وستايلش. مع البلايزر يلي دخلها إبولات من الوان بوتن فوق الدريس، السكربين البيزك كمان يلي عم نشوفها من اللون الأسود، الجلاسز هون يلي كمان عم بيكونوا من المونتور السوداء، وهون بيعطي أكتر طابع سيريس من إنه إذا كنا نحن نحط لنسز فينا نروح كمان لهيدا الستايل. اما بتاني صوره فور نايت اوت اذا كنتوا ضاهرين وحابين انكم تلبسوا شيء كثير ستايلش وغريب، هو زيت الفستان فيكم تلبقوا له هيدي الجاكيت يلي كلها من الزيبر، ان كان على جنب بتجي او الكوبي ريترو بالقصة البوكيت. بذات الوقت هون والغريب انه عم نزيد له الكلاتش يلي بينحمل كروس بودي دخله ستالز او السبايكي يلي عم نشوفهم، والشوز يلي عم يكون من الدمي بوت الكعب الوسط. وهون الستايل تغير كليا من الجاكيت للكلتش نسبة للاوتفيت يلي كان قبل. اما فور اي بلاي اذا كنتوا هون بدكم تلبسوا قصص كثير فانكي وشوي اذا فينا نقول منه ستريت ستايل بس كمان كثير انه هيك سبور، فينا هيدا الفستان زيته نلبس له البلاش يلي عم نشوفها وداخلها كمان كابيشون مع الشوز يلي عم بيكون مثل الكونفرس او اي تنس شوز فينا نلبسه نحن مع الدريس، المهم يكون الالوان بتناسق وبتلبق مع الاسود والبيج يلي عم نشوفه، وكمان الكابيشون يلي عم تنزيد على هيدا الاوتفيت، وهيك بنكون غيرنا كليا وطلعنا من الاوتفيتس اللي شفناهم قبل. تنشوف الفاشن تيبس اند تريكس لليوم وهن الستايل ليرينج فور وينتر يلي رح نشوفه هون، وهو الستايل يلي اذا بتطلعوا كله فيه خطوط متطاوله او بيعطي شيب سيلوات طويله ان كان بالكوتس او حتى كمان بالبنطلون. هون الكوت يلي عم نشوفه عم يجي كمان واسيه بغض النظر عن البانت يلي عم بيكون كثير على قد الجسم. لاحظوا هون السكيرت يلي عم نشوفها والبيول يلي كمان كثير واسعه، وحتى كمان الكوت يلي عم بيكون واسيع. هون كمان البيول يلي كله عم نشوف قطع لوس بولد ايتمز واسعين وبذات الوقت كتير مريحين وبتناسب كل الاجسام، كل الاجسام عم نشوفها هون. بذات الوقت الجري والاسود يلي هن الوان كتير بيزك و بيلبسوا كل موسم ورا موسم. اما القبه يلي عم نشوفها وين ما كان ان كانت موجودة بقلب القميص أو فينا نحن نزيدها كأكسسوار أو كوليه بتنزيد على التوب يلي عم نشوفها، كمان بذات الوقت عم نشوف بالشورت الهاي ويست أو حتى الخصر العالي مع الباس بالبنطلون أو بالشورت. الاوتفيت يلي هون عم نشوفه هو اذا فينا نقول باك تو بيزكس بس بطريقه مودرن من القصات لحتى كمان الالوان.
اما اللون الجري لهيدا الموسم يلي عم نشوفه، اجمل شيء انه نقدر نزيد معه غير الالوان يلي هي اكيد الاسود او البوردو او اي لون تاني نحن منقيه، فينا نزيد اللون الهافان يلي عم تشوفوه هون. لاحظوا قصه البنطلون يلي عم تجي من الستريت كات وقصير منه كتير طويل، والفر يلي عم ينزيد ان كان بالتوبيت بالويست كوت او بالاكسسوارز. كمان بعدنا عم نشوف القطع يلي هي واسعة غريبة وكمان كتير مريحة وبتناسب كل الأجسام. الكوتس كمان يلي عم نشوفهم منهم كتير تايت على قد الجسم، كله واسع وخفيف. الأشخاص يلي هن كتير ضعاف أو الأشخاص يلي عندهم شوية وراك أو وزن زايد بيقدروا يلبسوا ويعتمدوا هالموضة يلي عم نشوفها إن كان بنهار أو حتى كمان بالليل. رح ننتقل لديزاين يور ستايل ونشوف السكارفز كيف فينا نربطهم بطريقة مختلفة. زيت السكارف رح نشوفه مربوط كل مرة بطريقة أكيدة سبق واخترته بعض الربطات يلي رح نشوفهم هون سوا، بس كمان فينا ناخد أفكار جديدة مع الأوتفت الكامل يلي فينا نحنا كمان نبدل فيه ونغير. السكارف الأفضل إنه ما يكون كتير سميك وعريض، يكون شوي ناعم ورقي تنقدر نبدل ونغير بالربطات. وأول ربطة واللي هي البيزك وان يلي هي مشي بتربطوها بالنص وبينزل كأنه مثل الفولار او مثل التاي. تاني سكارف عم نشوفه هون يلي لما بتلفوه كله على الرقبه، وكمان هلا عم نشوف مؤخرا انه السكارف عم نشوف كمان في سكارف بيكون هو كله راوند منه مفتوح من الميلتين، بيكون مربوط كله ببعضه وفينا نلفه مرتين على رقبتنا. بذات الوقت عم نشوف هون كمان انه السكارف بيكون مربوط على الرقبه بس بيكون شوي اوطى من اللي قبل. رح ارجع لاحظ هون على قد الرقبة كأنه عم بيكون هون مثل الكرولي، أما هون عم بيكون كأنه سكارف وأكسسوار بذات الوقت. هيدا الربطة يلي عم نشوفها كمان كله لابسينه كله عاملينه، بس مرات كتير كمان بننسى هيدا الستايل بالسكارف وهيدا الأكسسوار يلي هو كتير مهم وبيغير شكل التياب يلي عطا نكون لابسينه. رح ننتقل هلا لفيمس ان فاشن ونشوف اليوم مين اخترت. ماريون كوتيار لليوم رح نشوف الستايل يلي لبسته ان كان بنهار او بالليل. لاحظوا هون الكوت يلي عم بيكون من القبة العالية مع الهاند باج يلي عم يكون من اللون الاحمر، اكيد لما بنكون لابسين كلنا فروم هيد تو تو البلاك لازم على طول نكسر بشي ان كان بالشوز او حتى كمان بالباك. اما لاحظوا هذا الدريس يلي هو باك تو 80s بس عم نشوفه اليوم بهذا الشكل يلي كله من الفلور البرنتس، كتير صغير اكيد فلور البرنتس كتير صغار منهم كتير كبار. وعم نشوف الساندل البرونز يلي داخل مع هيدا الاوتفيت، الميك اب سوفت ميك اب وشعر سوبر ناتشرال. اما بالنسبه لهيدا الدراس على الريد كاربت من الهارت شيب وعم بيجي تو بيسز محافظه واضحه عندكم على الشاشه، توب وماكسي سكيرت يلي عم تجي طويله وواسعه مع سنتشور على الخصر من اللون الاسود والكحلي، منه لون واحد هن لونين موجودين بفرد دريس. هيك مشاهدينا بتكون خلصت حلقتنا لليوم بكاتوك، انا بودعكم بكاتوك بس حارجع لاقيكم بتيستين. باي باي.